يا سبحان الله. يدي بسألك، ليش سوريا واليمن؟ أي سؤالك حلو ما يدوب مكانه، لكن أنا بعد بسألكم سؤال. أكو واحد فيكم يقدر يوم كامل ما يأكل شيء؟ هذيل معاناتهم أكثر من اليوع بعد، يضطرون يأكلون أوراق الشير وبعضهم يموت من اليوع. أوف، أوراق شير مرة واحدة؟ ليش ما عندهم أكل؟ لا يبا، لأن تهجروا من بيوتهم من أراضيهم وتركوا حلالهم وتركوا وظائفهم، وإن شاء الله ما يتركون وطنهم. إنزين يدي، ليش نساعدهم هالسنة؟ إحنا عاملة طاف ساعدناهم. ايه، نبينا صلى الله عليه وسلم محمد يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. لان هذا مو بس اخواننا في الدين، هذا اخواننا وحلنا وجيراننا، لا وبعد دمنا واحد. يدي أنا بروح الفرع الحين بترس كرتون كله أكل وادز لهم. بارك الله فيك بارك الله فيك، بس الشاحنات هالمرة ما راح توقف في العديلية مثل كل سنة، ومعاناة أخواننا وعيالنا وخواتنا معاناتهم مهي في اليوع وقل الأكل بس. هذه مربعانية لشتة، مساكين يعانون من الثلوج والأبطار والسيول، هم محتاجين الدفء، محتاجين دفايات، محتاجين كنابل اللي هي بطانيات، محتاجين فرش اللي هي مطارح علشان ينامون عليهم، محتاجين فحم علشان تدفون عليه، محتاجين خيام، محتاجين شغلات وايد. وجمعية السلام الخيرية كعادتها سنوياً تسوي حملة شاحنات الكويت، طبعا بيكون في الشاحنات كل اللي يحتاجون اخواننا هناك. وزيدكم من الشعر بيت، تقدر تتبرع وانت بمكانك، وشرط ان كل اللي بيوصل حق اخواننا المحتاجين هناك بيكون جديد من المصنع ومهو مستعمل. عاد لا تخلونهم، لا تخلين خواتك، لا تخلونهم، وكعادتكم ما تخلونهم.